على كل المشاهدين. للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك معنا صباح الخير. بداية دعنا نتوقف عند زوج الدولار ين، يعني نلاحظ أنه هذا الزوج يرتفع في الجلسات القليلة الماضية، ولكن ماذا يفسر هذا الارتفاع؟ يعني من ناحية الفيدرالي قام بتخفيض كبير بأسعار الفائدة، في المقابل البنك اليابان ثبت أسعار الفائدة، بالتالي كيف نفسر هذا الاتجاه؟ صباح الخير نوف، شكرا للاستضافة. نعم كما ذكرتي نوف، بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة الجامبو كات بالنسبة للفيدرالي الأمريكي كانت من برا أن يكون لها انخفاض لزوج الدولار ين، لكن الأسواق لا تزال تستعر بأن البنك اليابان كما أشار سابقا أنه يحتاج استقرار الأسعار للمضي قدما برفع أسعار الفائدة. بكل تأكيد الأسواق تنتظر 27 سبتمبر، الحزب الديمقراطي الليبرالي سوف يكون هناك تغييرات جذرية، المخاوف كل المخاوف أن تأتي التكاتشي التي هي قد تعتبر بأنها ضد السياسات النقدية المتشددة، تحبذ دائما السياسة النقدية التسهيلية، فبالتالي الأسواق باتت تتجه إلى حالة عدم اليقين السياسي مع حالة عدم اليقين الاقتصادي. إلى شهر أكتوبر بعد تخفيض أسعار الفائدة بكل تأكيد الاجتماع القادم قد لا يكون هناك تجديد، لن يكون هناك رفع أسعار الفائدة لأنه البيانات الاقتصادية المتواجدة قليلة للوضع الياباني لتغيير السياسة النقدية أو المضي قدما برفع أسعار الفائدة، فبالتالي أعتقد أن الأسواق باتت تعتبر بأن أول تحرك بالنسبة لبنك اليابان قد يكون وارد في شهر ديسمبر لرفع أسعار الفائدة. بكل تأكيد أيضا لدينا موعد مهم جدا في شهر أكتوبر هو إقرار الشركات على حالة الأجور. بكل تأكيد الأجور الإقرار الحكومي كان بأن هي الأعلى من عقود، فبالتالي الإقرار سوف يكون دافع أساسي لمعرفة الأجور الحقيقية، هل هي فعلا مرتفعة، هل هي فعلا ستكون ضاغط أساسي على أرقام التضخم الذي هو يعتبر مرتفع عن مستهدف البنك اليابان ل 25 شهر متتالي. فبالتالي لو كانت الأجور مع إقرار الشركات مرتفع أعتقد بأن سوف تكون إشارة واضحة بأن الضغوط التضخمية في اليابان هي ضغوط محلية، فبالتالي سوف تتجه الأسواق للتسعير بشكل أكبر نحو شهر ديسمبر. بكل تأكيد الاستقرار السعري هو مستهدف من بنك اليابان، أعتقد أنه قد حصل على هذا الاستقرار السعري من شهر أغسطس إلى الشهر الحالي. تداولات الين الياباني تقتصر على استقرار سعري واضح حاليا، أعتقد بأن إمكانية الدفع بزوج الدولار ين في الفترة القادمة بشكل سلبي في شهر أكتوبر قد تكون واردة جدا في الفترة القادمة. أعتقد نوف بأن وصولنا مع نهاية العام سوف يكون الين الياباني يمكن قد يكون هو الأقوى بين العملات مع تجديد السياسة النقدية وإشارات كازو إيدا بشكل أكبر نحو رفع أسعار الفائدة. هي النبرة حاليا النبرة مهمة جدا، النبرة قد أجلت رفع أسعار الفائدة، فبالتالي الين الياباني يتداول حاليا في نطاق الضيق. هي أجلت صحيح، ولكن يعني لا شك أنه الفيدرالي كذلك كان دوفش حول أسعار الفائدة، وهنا يعني دعني أقف عند الدولار. الدولار بالطبع على الرغم من ارتفاع أمام الين يخضع لضغط كبير، كيف نبرر هذا الضغط؟ يعني صحيح هو قام بسوبر سايز كات، خفض بواقع 50 نقطة أساس أكبر من المتوقع، ولكن كذلك يعني إذا ما قررنا ذلك بالإي سي بي، الإي سي بي قام بخفض أسعار الفائدة مرتين، بالتالي يعني في بالانس نوعا ما، فكيف منفسر هذا الضغط على الدولار؟ يمكن نوف لو قرأنا تقرير السي اف تي سي اللي هو منتهي بشهر بيوم الثلاثاء الماضي قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي كان ضغط واضح بشراءات الدولار الامريكي، اعتقد بان الاسواق قد تعرف في الفتره الماضيه 25 نقطه اساس، توجهات ال 50 نقطه اساس غيرت الوجهه بالنسبه للمستثمرين، ضغطت بشكل قليل على الدولار الامريكي، لكن ما جعل الدولار الامريكي يتداول بشكل حتى ايجابي بشكل بسيط بعد اجتماع الفيدرالي الامريكي هو تقرير الفيدرالي الامريكي بان المهمة قد انتهت تماما. يعني لو ننظر على المؤشرات الاقتصادية القادمة المتوقعة من الفيدرال الأمريكي، تضخم جيد، نمو اقتصادي جيد، أسواق العمل تعتبر جيد، حتى جيروم باول أشار بأن سوق العمل يعتبر جيد، تخفيض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل، يعني سوق العمل لا يزال جيد، فهو ما أعطى الأسواق بعض الارتياح بأنه الخمسين نقطة أساس هي ليست خمسين نقطة أساس من مخاوف أزمة كعادة الفيدرال الأمريكي عندما يخفض بشكل كبير جدا. فلذلك
جعلت الأسواق يعني تتداول بشكل عرضي بالنسبة للدولار الأمريكي، أو على الأقل تجد بعض الدعم للدولار الأمريكي. أعتقد بأن الفترة القادمة بما أنه طلعنا البلاك أوت بالنسبة للفدرال الأمريكي، أعضاء الفدرال الأمريكي، قد يكون هو الموجه الأساسي لنبرة أعضاء الفدرال الأمريكي. لدينا نسمع من وولر بومان بالفترة الماضية بأن إمكانية 25 نقطة أساس لشهر نوفمبر شهر ديسمبر ستكون هي الرحلة، رحلة الفدرال الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة. فبالتالي قد يكون توجهات المستثمرين تسعير الأسواق يتداول بين 50 و25 نقطة أساس. قد نعود في موجة قادمة أنه في الفترة القادمة لتسعير نوفمبر بأنه شكل أكبر لتخفيض أسعار الفائدة، فبالتالي قد يكون هناك دولات عرضية بالنسبة للدولار الأمريكي. نقطة أخيرة، 50 نقطة أساس نعم من الفدرال الأمريكي، لكن هو قد لحق بوكب البنوك المركزية الكبرى، فبالتالي 50 نقطة أساس قد أتت بالفائدة عند 5%، فبالتالي هي قريبة جدا من بنك إنجلترا من البنك أوروبا، فبالتالي قد تكون هي 50 نقطة أساس مبررة بأن هي following بالنسبة أو متابعة أو لحق بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى. فبالتالي هذا ما جعل تداولات الدولار الأمريكي بين الدعم في الفترة الحالية ومستويات المية للدولار إندكس قد تكون هي دعم قوي جدا في الفترة القادمة للدولار الأمريكي. طيب أحمد، هذا يدفعني للسؤال عن عوائد سندات الخزانة. طيب يعني هذه العوامل مبررة، ولكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة كيف نبررها؟ يعني الأسبوع الماضي كنا تابعنا ارتفاعات قوية على العوائد كافة، والعائد على 30 عام بشكل الخاص عاد لفوق مستويات 4% على الرغم من أن الفيدرالي قام بتخفيض أسعار الفائدة، وليس أي تخفيض، يعني تخفيض كبير. ما تفسير ذلك؟ يمكن نقطة الأساسيات هو أنه بالنسبة للعامين والعشر أعوام، العشر أعوام هو بكل تأكيد هو التابع للنمو الاقتصادي. عندما أشار الفدرالي الأمريكي لأن النمو الاقتصادي لا يزال يعتبر جيد، والأسبوع هذا عندنا قراءة النمو الاقتصادي اللي بتعتبر من 3 إلى 2.9%، فبالتالي هي تعتبر جيدة، فبالتالي أعطى الدفع بالنسبة لعوائد سندات العشر أعوام. عامين بكل تأكيد هو مسعر لتحركات الفدرالي الأمريكي في الفترة القادمة بالنسبة لأسعار الفائدة. أعتقد بأنه الأسواق قد تقلصت حاليا، وليس للفترة القادمة، تقلصت حاليا بأن تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة قد يقتصر على 50 نقطة أساس، 25 نوفمبر 25 ديسمبر، فبالتالي موازنة التوقعات الحالية للأسواق ب 50 نقطة أساس وتوتل 100 نقطة أساس بالنسبة للفترة الحالية قد يكون أقل بعض الشيء في من الفترة ما قبل اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي كان يسعر ب 117 نقطة أساس لتخفيض أسعار الفائدة. فبالتالي أعطى دفع قد يكون بعض الشيء سلبي للعامين وإيجابي لعشر أعوام. هي أي نكسة حاليا من أسواق العمل، أسواق عنوف، أو نكسة بالنسبة للنمو الاقتصادي في الفترة القادمة قد يكون هو الدافع لانخفاضات عوائد السندات لأجل 10 أعوام. فبالتالي على ما أعتقد يمكن من الفترة الحالية بالنسبة لعوائد السندات هي الأكثر تقلبا من فترة زمنية أطول، وأعتقد قد تستمر لفترة زمنية أطول دام هناك حالة عدم يقين بالنسبة للتوقعات الاقتصادية وتوقعات التغيير السياسة النقدية. طب دعنا فقط نقف بشكل سريع عند أسعار الذهب. كنت أتحدث عن مستويات قياسية جديدة تقريبا 2626 دولار للأونصة، أعلى مستويات على الإطلاق. هل نعزو هذه المكاسب بشكل رئيسي إلى خفض أسعار الفائدة، أو أنه تعود إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟ يمكن بعض الشيء هي شكوك بالنسبة للمستثمرين، يمكن نوف بالنسبة لتقرير الفدرالي الأمريكي. لا تزال هناك عدم المصداقية بالنسبة لتقرير الفدرالي الأمريكي وتوجهاته المستقبلية، لا تزال تضغط على أسعار الذهب لتسجل ارتفاعات. يعني لما شفنا وقت الفدرالي الأمريكي وقت القرار شفنا انخفاضات للذهب، ثم في اليوم التالي شفنا عادة الارتفاعات. يمكن شكوك بالسوفت لاندينج اللي حتى الآن متوقع بالنسبة للفدرالي الأمريكي من ناحية. من ناحية ثانية أكيد المخاطر السياسية، مخاطر الجيوسياسية ارتفعت في الفترة الأخيرة. حديث من تقارير بريطانية بأن قد يكون اجتياح بري بالنسبة للبنان في الفترة القادمة، وبالتالي الضغوط على التوترات الجيوسياسية أعطت الذهب بعض الهامش لتسجيل الارتفاعات. فبالتالي قياس حالة عدم اليقين مع قياس التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر قد يكون دافع إيجابي بالنسبة للذهب في الفترة القادمة. أعتقد قد نحتاج إشارة واحدة في الفترة القادمة هي توجهات البنوك المركزية بالشراءات الذهب. لو كانت شراءات أعلى، وأعتقد قد تكون شراءات أعلى خوفا من الحالة الاقتصادية، قد نشهد ارتفاعات أكثر بالنسبة للذهب.
تقنيا مستويات 2640 هي قمة يمكن تحدثنا عنها نوف في الفترة الماضية، أعتقد بأن قد تكون هي قمة جيدة بالنسبة للذهب. 2640 أحتاج التوقف هناك والوقوف على السلوك السعري بالنسبة للذهب عند تداولات مستويات 2640 لمعرفة الوجهة القادمة، لكن حاليا التوجهات طبعا إيجابية بالنسبة للذهب جراء حالة عدم اليقين. جزيل الشكر لك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان.